مساء الخير واهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. هكون انا مع حضراتكم جرمين شلبي. العام الدراسي خلاص بدأ ويقترب من مرور شهر على بدايته. تفاصيل كتير تابعنا كل جوانبها مع حضراتكم باستمرار خلال تغطياتنا المختلفة. وطبعا يعني كان لينا تغطيات كتير مع حضراتكم عن كل التفاصيل وكل التطورات، وكان الصف الرابع الابتدائي كان له نصيب الاسد في احاديثنا وتحليلاتنا مع حضراتكم، طبعا خصوصا انه يعني في ظل تطبيق المناهج الجديده، وكان في ظل تخوف اولياء الامور والحديث عن المناهج الجديده. لكن بطبيعة الحال أول ما استقرت الأحوال في العام الدراسي الجديد بدأ الطلاب وأولياء الأمور إن هم يبحثوا عن يعني القادم بعد كده، هي امتحانات نصف العام والإجازات هتكون إمتى وكل التفاصيل الخاصة بإجازة نصف العام. إحنا مع حضراتكم في هذه التغطية هنستعرض معكم الخريطة الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية والتعليمية، وكمان موعد بداية إجازة نصف العام. التفاصيل بتقول إيه؟ التفاصيل بتقول إنه وزارة التربية والتعليم حددت موعد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2021 و2022 للمدارس الرسمية والخاصة لهذا العام، واللي بدأت السبت 9 أكتوبر الماضي وهينتهي يوم الخميس 16 يونيو المقبل. كمان قالت الوزارة بشكل رسمي إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس النقل والشهادة الإعدادية والجامعات تبدأ من يوم السبت 15 يناير وتستمر لمدة 3 أسابيع لتنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل. خلونا ننتقل مع حضراتكم لجزئية أخرى وهي عن إجازة نصف العام. إجازة نصف العام عام 2022 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير وتستمر لمدة 15 يوما وتنتهي يوم الخميس الذي يوافق 17 فبراير المقبل. طبعا هتبدأ بقى الدراسة للفصل الدراسي الثاني للمدارس والجامعات الترم الثاني هتبدأ يوم السبت 19 فبراير وتستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لمراحل النقل والشهادة الإعدادية والجامعات يوم السبت 7 شهر مايو المقبل. خلونا ننتقل لجزئية أخرى هي أيضا يعني هامة، الجزئية الأهم والأبرز والخاصة بامتحانات الثانوية العامة. امتحانات الثانوية العامة دايما بيكون في اهتمام وحديث كثير عنها كل عام. هنلاقي ان امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم السبت 11 يونيو المقبل، وتقرر ان تكون الامتحانات النظرية الخاصة بالدبلومات الفنية تكون يوم السبت الموافق 21 مايو، والامتحانات العملية يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل. طبعا يعني زي ما ذكرنا مع حضراتكم في بداية هذه التغطية انه بيأتي العام الدراسي وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا بتقوم بها دائما وزارة التربية والتعليم، وبيتم تطبيقها في جميع المدارس لمواجهة فيروس كورونا في المدارس ولحماية العاملين في المجال التعليمي ولحماية ابنائنا الطلاب. دايما بنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل الخاصة باستمرار في كل تغطياتنا من داخل تلفزيون اليوم السابع. طبعا يعني احنا بنتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية هذا العام الدراسي عام 2021 و2022، وبنتمنى طبعا السلامة والأمن لهم ولكل العاملين في المجال التعليمي من فيروس كورونا. كل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم.